طيب اللاعب محمد السهلاوي اليوم في المؤتمر الصحفي كان له حديث مع مراسل برنامج كورة محمد الشهراني وتعب. كابتن محمد، مباراة الرائد القادمة الدور الأول فاز النصر بصعوبة وكان مستوى للرائد، الآن الظروف مختلفة، مدرب جديد، ظروف مختلفة، كيف تشوف المباراة؟ الله يسلمك رحيم. طبعا زي ما انت عارف المباراة هذه بالنسبة لنا يعني مهمة بحكم انها تعتبر المباراة الثالثة المدرب مطلعنا. ان شاء الله يعني احنا مباراة لمباراة يعني مستوى الفريق متطور، يعني احنا كلاعبين نحسها، يعني بغض النظر وجهة نظر الاخرى احنا كلاعبين نحس انها في تغير والدليل نتائجنا. ان شاء الله نكمل العمل مع المدرب وتحقق نتيجة الرائد بحكم ان الفترة هذه قصيرة، وان شاء الله خلال شهر تقريبا انا اشوف يمكن ينسجم الفريق بشكل اكبر خصوصا قرب فتره انتقالات الشتوى. يعني طيب محمد، ذكرت الروح انها تغيرت، اشياء كثيره في الفريق تغيرت، السبب مع قدوم ماتورانا؟ يعني شوف اكيد كل مدرب له يعني شخصيته او كاريزما حقته، يعني في عوام، يعني في اشياء منا، في اشياء من المدرب، في اشياء من اللعيبه. طبعا انت احنا الفوزين، الفوز مباراه الفتح كان مهم لنا وسهل لنا مباراه الانصار، فوز مباراه الانصار ان شاء الله راح يسهل مباراه الرائد، وكل مباراه يعني او كل فوز راح يسهل المباراه اللي بعدها يعني ان شاء الله. طيب والهدف، المخاطره، بترانا قال انك خطرت في الهدف، مدح قال انه هدف رائع بس انه خاطر، محمد ايش رايك؟ والله الحمد لله اهم شيء يعني الفوز الفريق الاول والاخير، الهدف يعني الحمد لله يعني الكابتن بينو لاعب الباص حاول تستثمر الفرصه هذه وجت، يعني مغامره بس مغامره حلوه ونتيجتها ايجابيه. خلونا ناخذ بطاقه بمباريات الغد. يستضيف الشباب فريق الفيصلي على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، فيما يلتقي فريقا الرائد والنصر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم، وأخيرا يستضيف فريق نجران فريق الفتح على ملعب الأخدود بنجران. الجزء الأخير من الحلقة يأتيكم بعد الفاصل.